نصيحة اليوم إلى علاقة بالأمراض الجينية اللي لازم تنفحص قبل الزواج. شو معنى الحكي؟ نحن تقريبا كل شخص منا عنده تقريبا جيني أو جينتين أو ثلاثة بيقدر يخليهم يأثروا على الأولاد إذا تجوز شخص عنده ذات الجينات، وخصوصا عنا بالشرق اللي كان في نسبة أكتر، خصوصا بالبلاد الشرقية مثل السعودية أو مثل شبه الجزيرة العربية، الناس اللي بيتجوزوا قرايب عندهم معرضين أكتر يكون عندهم مشاكل صحية إذا المرأة والرجال عندهم نفس الجين الغلط. فنصيحة اليوم إنه كلياتهم لازم ينفحصوا قبل الزواج، وهلأ نحن نحفظ تقريباً 550 جيني غلط قبل ما يتجوزوا، هيدا الفحص لازم ينعمل.